ضروري من خلال العنوان غادي تقول أعجب الوداد البيضاوي المغنية أم كلثوم. إيوا أعطينا واحد دقيقة من وقتك وتبع معايا باش تعرف. نادي الوداد البيضاوي ما كاينش في المغرب اللي ما كيعرفوش، لكن تعتبر من أقدم الأندية في المغرب نظرا للكؤوس والألقاب اللي حصل عليها، راه هي كتهضر عليه. المهم هاد النادي تأسس عام 1937، حتى لهنا مزيان، ولكن علاش تسمى بهذا الاسم ديال الوداد البيضاوي؟ جاءت الفكرة ديال التأسيس ديالو عند السيد محمد بن جلون التويمي وسبعة صحابو. ايوا تمحنوا ديال بصح باش يأسسوه، السبب هو الاحتلال الفرنسي انذاك، ما خلى ما يدير باش ما يتأسسش هاد النادي، اش كان خايف يتحول الى مشروع وطني مقاوم، وأدى الى فرض شروط قاسية على المؤسسين، مثلا فرضوا عليهم يبعدوا على الشعارات الدينية والسياسية، وهاد النادي ما ياخدش اي موقف ضد الاوروبيين عموما والفرنسيين خصوصا. ايوا زادوا قالوا لهم ادارة شؤون النادي غتكون بالتساوي مع الفرنسيين. ايوا تلنا كل شيء مزيان. ايوا كيفاش القصة ديال الاسم ديال النادي الوداد البيضاوي؟ هنا يا حار الاعضاء، اش من اسميه اللي غادي نقدروا نطلقوا على هذا النادي الرياضي وما يلقى حتى شي اعتراض من قبل الاحتلال الفرنسي؟ هو في احد الايام كان الاجتماع ديال اللجنه المؤسسه النادي، واحد من الاعضاء جمع الطال، هذا السيد هذا هو محمد ياسين. ملي جا اعتذر من الزملاء ديالو قال لهم راني كنت كنتفرج في واحد الفيلم ديال ام كلثوم سميتو وداد. ايوا معاه قال السميه ديال وداد جات واحد زغريته من احد الجيران. يا سلام، زغريته مغربيه فعلا تاركه. ايوا انا اعتبروا المؤسسون علامة من اجل اطلاق اسم وداد على النادي الرياضي، واتفقوا باش يزيدوا اسم البيضاوي للنادي نسبة الى المدينة التي ينتمي اليها النادي وهي الدار البيضاء. هذه هي القصة ديال نادي الوداد البيضاوي اللي اليوم اصبح كيتربى على عرش الكرة المغربية، قدر يحصد على العديد من الالقاب الوطنية والقارية. وداد الامة ولا الواك خرج العشرات من اللاعبين اللي دخلوا لتاريخ الكرة العالمية، كحارس المرمى الاسطوري بدو الزاكي، والمدافع الصلب النيبت، ولاعب خط الوسط عزيز بودربالة، ومحمد الصحراوي، محمد بن شريفة، والقائمة طويلة من اللاعبين اللي خرج نادي الوداد البيضاوي ومازال عطي عطي.